قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس حسن روحاني أن الانسحاب من اتفاق عام 2015 النووي أحد خيارات أمام طهران. وقال واعظي أنه إذا تم إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن فسوف تتخذ إيران قرارات أشد مثل الانسحاب من الاتفاق النووي. وأضاف أن روحاني لوح بهذا الاحتمال في السابق في رسالة له إلى القوى الأوروبية. وشدد واعظي على أن إيران والسعودية يجب أن يعملا معا لحل المشكلات العالقة بينهما، موضحا أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن لا تصبح مثل علاقات إيران مع أمريكا.